ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجوزاء، توقعات الاثنين الموافق 27 مارس، 27 اذار، 27/3/2023. هنحاول نبتدي الاسبوع ده بمزاج حلو. لو ابتدى الاسبوع في تناغم هيكون عندنا مزاج رئيسي جدا، هيبقى بيرافقنا لبقية ايام الاسبوع لحد الاسبوع اللي جاي. هنحاول نبقى اكتر مسؤولية عن كل شؤون اسرتنا، لكن نتجنب اننا نظهر اخلاق متسلطة. في اخبار كتير هنتوقعها هتحصل في اليوم ده، ممكن تبقى بتأخرنا او بتخيب املنا، لكن التغيرات اللي جاية بالنسبة لنا النهاردة هتجيب رغبة وفرصة في الحب والمغامرات الرومانسية مع كل المعارف اللي عندنا وكل اللقاءات الجديدة اللي بتلعب مع الحب دور مهم جدا لاستقرارنا العاطفي والعقلي في كل العلاقات اللي عندنا. بالنسبة لينا النهاردة مش هتعرف تستبعد مظاهر الغيرة ومحاولات تفرض إرادة المرء والسلوك المتسلط والموجه مع كل الأشخاص اللي حواليك. في مناسبات صغيرة النهاردة بتخصك، هتبتدي تحس بشوية تعب يوم الاثنين، والتعب هيبقى خاص في العلاقات اللي هتبقى مع أصحابك والأشخاص اللي انت بتعرفهم في الفترة دي. هتبقى حاسس انك بحاجة تتقرب اكتر منهم عشان تعرف تحقق شوية اهتمام شخصي هيبقى مناسب جدا ليك عشان تكشف عن فعل ممكن يبقى مش لائق بالنسبة ليك او حتى مش بيفرحك من جانبهم بسبب الانفصالات اللي بتبقى عندهم في الفترة دي. لازم تهدى شوية وتكلمهم بالحقيقة في وشهم من غير ما تخبي اي حاجة. يوم الاثنين هيأدي لتطور واضح في كل شؤونك الأسرية والمنزلية للوقت ده. هيكون حلو اننا نمتثل اكتر لرأي لرغبة في اشخاص كتير جدا حوالينا هنعيش معاهم، وهنلاقي النهاردة طريقة نستعيد بيها ازاي ننسق علاقتنا بشكل فيه حب اكتر، وهنكون مرينا بيه بشكل كويس بنوع من الأزمات اللي هتقوينا خاصة من ناحيتنا المادية. هتبتدي تنشأ نزاعات شوية لما يبقى بيتعلق الوضع بأننا نحل مشكلة في بيتنا أو حتى ملكية عندنا. في التزام هيبقى مشابه جدا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ ياريت تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا، ونوصل القناة لـ100,000 مشترك.